البطاطس، الجزر، الطماطم، الجلبان إلى آخره. أما الدواب هي حيوانات تساعدنا على حمل الأثقال مثل الحصان والبغل والحمار إلى آخره. السلام عليكم، أنا الأم ديال سارة شعوبي سيو كاتر. بالنسبة لهذا اليوم هذا كانوا داروا عرض حول البيئة وحول ليزيسباس فيغت، كان عرض قيم وشفنا تلامذ كيفاش تكلموا كل واحد على الطبيعة. الأم ديال سامي فازاز، تبارك الله ما شاء الله على المؤسسة، داك الشيء منظم وكل شيء مزيان والله يجازيهم بخير، تما سيقوموا بواحد الأعمال كيبذلوا مجهود والله يكثر خيرهم تساهما وليداتنا في يد امينه وتبارك الله عليهم. شكرا. كنبغي نشكر مدرسه باب المعرفه بزاف على المجهودات اللي قامت بها واللي قاموا بها تلاميذ باب المعرفه، وهذا الشيء في المستوى وعجبنا بزاف بزاف وشكرا. السلام عليكم. كنت كنشكر مدرسه باب المعرفه لانها دارت لنا هاد لي بروجي هادو ديال الفرنسي والعربيه ودرنا بزاف الاعمال اليدويه، وكنشكر باب المعرفه. شنو استفدتوا من هاد الابواب المفتوحه اللي خمس المعارف؟ استفدنا بزاف الحاجات من المدن المغربيه واعمال يدويه، استفدنا بزاف الحاجات من هادشي اللي درنا في هاد البروجي. سميتي بادي حادي، كنقرا في المستوى الخامس. مؤسسة باب المعارف. شنو استفدتي من هاد الابواب المفتوحه اللي تقدموا؟ بزاف الحوايج، كان بحال هذا كاين لي بروجي كنستافدو منهم بزاف، بحال هذوك البحوث اللي كيديرو اصدقاء ديالنا وافراد المدرسه كاملين. Très heureux pour vous proposer ces projets-là et ces instruments qu'on a fait avec les plastiques. Et je suis heureuse qu'on a fait ce projet-là. اسم ديالي إخلاص بالحارتي، كنقرا في المستوى الخامس ابتدائي في مدرسة باب المعرفة. تعلمت أشياء كثيرة من هذا المهرجان، من هذا المعرض، وتعلمت أخلاق وآداب واستفدت وعرفت معلومات كثيرة ما كنتش كنعرفها وكانت غايبة عليا في القديم. معكم احمد خطابي، ولي التلميذه اميمه خطابي. جيت زياره مدرسه باب المعرفه لزياره هذا المعرض اللي قاموا به التلاميذ. الحقيقه عمل ممتاز كيدخل في اطار محاربه البيئه والتعبير عن المؤهلات ديال التلميذات والتلاميذ ديال مدرسه باب المعرفه، وبصراحه هذا الشيء كيفرح وكنشكروا بزاف المؤسسه من مسيرين ومن معلمين وشكرا. في اطار سلسله التواصل اللي كتقوم بها مؤسسه باب المعرفه مع الاباء والتلاميذ، وفي اطار التربيه على المواطنه اللي كتقوم بها المؤسسه، تربيه المواطنه ديال التلاميذ ديالنا في ميدان ديال البيئه، في ميدان ديال التربيه على التمدن، وكذلك على المعرفه على المدن ديال والتاريخ ديال المدينه ديالهم. لاحظنا مجموعه من الورشات تقاموا بعض التلاميذ بالمواكبه ديال الاساسيه ديالهم، وهذا الشيء كيخلي ان التربيه ديال التلميذ كتكون عنده واحد التربيه على حب الوطن وحب المواطنه. وكنشكروا باب المعرفه. واخا ما نقدروش نجازيهم على داك الشيء اللي كيديروا مع وليداتنا، يعني العربون بان لنا اليوم، يعني شفناهم كيهضروا باللغه الفرنسيه فصيحه، لغه عربيه ساهيه، يعني الله يجازيهم بخير، وهذا الشيء اللي نقدر نقول. نشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء واشرف المرسلين. نشكر اولا الحضور الكريم بكل مواصفات نتاعو ان شاء الله يا ربي، اباء، اولياء امور، ناس اجانب على الحضور ديالهم،
واول شيء نقدر نتكلم عليه هو انني كنشكر كل الايادي العامله، كل المجهودات، كل الطاقات اللي تبذلات في هذه الايام الثقافيه اللي نظمتها المؤسسه في اداره الانشطه الموازيه اللي كتقوم بها، واللي كتسعى دائما من خلالها لانها تشجع الكفاءات والقدرات والمهارات وابراز هذه المهارات والطاقات عند الاطفال. اذا كنتمنى الاستمراريه لمثل هذه الاعمال، وكنشكر الاساتذه واشكر الاطر واشكر المسؤولين، يعني كل من شارك او ساهم بقليل او كثير في هذه الايام اشكرهم، ونتمنى انها تكون ايام متواصله. وحتى من جهتي كنوجه للاباء خطاب، يعني لانه يحاولوا ما امكن على انهم يشجعوا في وليداتهم الطاقات، لان الاعمال اللي تشاهدوها من بدايه الابواب لنهايتها هي اعمال من طرف الابناء ديالهم. نتمنى انهم يشجعوا هذه الكفاءات وانهم دائما يكونوا في شراكه مع المؤسسه، لان بهذه الايام هذه كنحاولوا ما امكن اننا نقربهم من مؤسستنا. وشكرا.